مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. في البداية بعض الأخوة والأخوات كتبوا لي بالتعليقات بأنه قناتك ما قاعد تتلقى كثير من المشاهدات أو ما قاعد تتوزع على اليوتيوب. الحقيقة تم تحجيم هذه القناة مثل القنوات اللي باقية بسبب التبليغات، بسبب حقارة إدارة اليوتيوب القسم العربي، بسبب هذول القدرات المتعينين يعني في كل مجالات التواصل الاجتماعي. ولهذا السبب مو من عندي ولا السبب من عندكم ولا السبب من أحد، المشكلة بالناس اللي قاعد تتعامل بوجهن. اليوم أريد أتكلم عن ما يسمى بالحكومة العراقية الجديدة. نفس الطاس نفس الحمام، لو كنتوا تتذكرون الفيديوهات السابقة اللي عملتها في كل انتخابات من 2014 ولحد يومنا هذا، قلت وأكرر كلامي، الوضعية بالعراق ما تصير لها أي شارة إذا مو كل هذه الطبقة الحرامية السرسرية اللي استلموا العراق من 2003 لليوم. سمعتوا أو شاهدتوا يوم أمس كان اجتماع الدلافين الحيتان القروش في بيت الكارثة المصيبة نوري المالكي، هذا الشخص اللي حتى المغول ما دمروا العراق وبغداد مثل ما هذا الشخص دمره. سرقات، قتل، نهب، ميليشيات، إخراج داعش، تسليم المحافظات، تدمير المحافظات، سجون سرية، قتل، ترهيب، ومشوا كل ما يسمى بالطبقة السياسية على هذا النهج لحد يومنا هذا. ولهذا لما أقول وأكرر بأنه هذول الناس ناس مجرمين، وبعض الجهلة من القردة للخنازير اللي يسمون نفسهم احنا من جماعة آل البيت وما اعرف شنو هالكلاوات، عمي ترى ما دا اتكلم على الشيعة، واذا اريد اتكلم على احد ترى لا اخاف لا من شيعة ولا سنة ولا حتى ربكم انتو. الرب اللي انا عبده اللي هو الله، مو ربكم انتو فلان وعلان ولطميات وهالسوالف. ترى ما اخاف بس من اللي خلقني، وما اخاف بس اللي حط هذا الراس، وما اخاف لا من ملة ولا من مسدس ولا من رشاش ولا من سجين ولا من اي شيء تحاولون بجهلكم هذا دائما تهددون. بابا اذا انتو بيكم زلمة، انا موجود ببريطانيا والزلمة اللي تقولون عليه الزلمة، ولو انتو ولا واحد انتو بس ذكور، بس اساميكم ذكور بالجنسية، اقسم برب العالمين وحسبوها علي، اللي يريد يوصلني بس يكون يوصلني بالتهديد مال اللي يريد يطبقه قتلي او كذا، اقسم برب العالمين خلي راسني يطيل عنوان مالتي، واذا هو زلمة خلي يوصل، اذا ما ارجع بالمثلث اللي طلعت امه منه هذا الشاربي طلعه وزينه بث مباشر وياكم. فيا كلاب المضاجع ويا قادورات ايران، مع جل احترامي للكلب لان الكلب وفي الى بيته والى الشخص اللي راعي، انتو ما تصير لكم شارة اذا ما تنمسحون. وراح تقول لي انت مثل صدام، لا اخليكم تترحمون على صدام الى يوم الدين. ليش؟ لان صدام كان عنده قلب وكان رحوم وكان يفوت لكم هواي شغلات وكان يقول هذا الشعب العراقي. بعد الاحتلال اتكشفت هواي امور وانكشفت وجوه كانت تستخدم التقية بعشائر أسامي كبار. ولهذا الله لا يرحم من يرحمكم، أي شخص يستلم العراق الله لا يرحمه لا بالدنيا ولا بالآخرة
إذا خلاكم تتنفسون مو تعيشون، وإذا خلالكم حتى قبور. وأكبر حمار ومطي للي خاف يسوي لكم مقابر جماعية وهاي السوالف، وهم تجي منظمات حقوق الحيوانات، ما أريد أقول الإنسان، وتقعد هم يسوي لك درب معارضة وهالكلاوات. لا تخلوا لهم أثر يا من إذا استلمتوا العراق. أنتوا بين فترة وفترة، بين سنوات وسنوات، تطلعون وتحكموا لكم بلد وتطيحون حظه وتطيحون حظ البشرية كلها. قسما برب العالمين لا تفرحون. صحيح أمريكا يجوز ما تتدخل ولا أبد، وأنا رجعت وأقول لكم لو وضعت إيدي بإيد الشيطان، الشيطان اللي خالف الله واللي خالف رب العالمين أشرف وأطهر من كل العمائم، من كل العمائم، من سبتة تنقان إلى السطل إلى الحكيم إلى أي واحد بشيعتها وسنتها. هذا الاحتلال 2003 لليوم كشف أوجه الناس كلها، الوطني الحقيقي والساقط ابن الساقط واللي متذبذب واللي ينشره واللي ينباع. ولهذا أقول لكم يا أخوان، ترى لا انتخابات تفيد ولا فلان شي يفيد ولا بطيخ يفيد. العراق ما طول محكوم عشائريا، وما طول محكوم دينيا، وما طول محكوم بالجهل والقذارة، عمره ما يصير براسه خير. والديمقراطية المزعومة اللي جابتها أمريكا، ديمقراطية لو تقرون معناها وتعرفون شون تجي، هي مو بذر والذبة بالحديقة وينزرع. الديمقراطية تنبني ويا الطفولة، من الروضة إلى تدخل الجامعة تخلص وتعرف شون تدير أمور الحياة وراها تقتنع. أنت مو تجي على بلد عمره 7000 سنة عايش على الدم من الآشوريين والبابليين إلى آخر رئيس صدام حسين، ماك واحد إجا بدون دم، ماك واحد طلع من الكرسي بدون دم. ولهذا هذولا ما يطلعون إلا بالدم. واللي يفتهم يحط إيده بيد كل عراقي شريف. مصيبتنا مثل ما قلت قبل، الكل تريد تصير قادة، الكل تريد آني وقائد وكذا وآني وفلان وفلان. هذه الأمراض النفسية والسياسية اللي بداخل هذول، اللي حتى المعارضين شوية ارتقوا، حطوا العراق بين عيونكم وعرفوا شلون تفكرون في إعادة هذا البلد إلى أصله. لا تقول لي حقوق إنسان، هذول مو بشر. اللي بيع أرضه واللي بيع وطنه هذا مستحق بكل قوانين الدنيوية والدينية والقانونية بأنه عقوبة الإعدام. بأي دولة حتى مهما كانت ديمقراطية عقوبة الإعدام، بس أكو دول ما بها إعدام فيروح يقضي حياته كلها بالسجن ما يشوف الشمس بعد. دول الخونة الولائيين اللي ولائهم إلى إيران أو السعودية أو قطر أو معروف تركيا منو، هذولا بدون رحمة. وارجع وأقول الله لا يرحم من يرحمهم. فيا ناس لا تتصورون يجيكم خير لا من إيران ولا من تركيا ولا من السعودية اللي راحت فتحت قنصلية إيران. وقلنا لكم من البداية هذولا واحد تافل بحلق الله، يطلعوا لي ولدهم حازم وينهوها ولدهم سلمان، وتحكي وياه يقول لك هذه سياستنا، احنا نتعامل مع دول. لا، مو تتعاملون، انت تتعاملون مع عصابات، وامريكا تأمركم تتعاملون مع عصابات خوفا على عروش ولاة امركم. فلا تقولوا اللي دول يعرفون لا محمد بن سلمان ولا ذاك المخرف والملك مالتكم، صخلتين ما سرحهم، لان ما يعرفون لا يديرون صخلة ولا يديرون دولة. اللي دي يديرها بريطانيا وأمريكا وفرنسا وهذه الدول. ولهذا نرجع إلى أمر العراق، اللي يريد العراق يرجع يحط إيده بيد الشيطان اللي فعلا يريد يساعدك، يساعدك مو لسواد عينك. شلون تقدم ما
مصالح بلدك وتتعاون مع مصالح الدول الثانية وتتفقون على نموذج معين لتحرير هذا البلد. العراق ما يرجع إلا بهذا الطريقة. ما تقول انتخابات وروح انتخب وديمقراطية، ماكو شيء. روح اعرف منو عدو هذولة وتعاون معه. لا تقول لي إسرائيل وما إسرائيل. إسرائيل قندرتها أشرف من دول العمائم وإيران وكل هذول البلدان. بعدين هم طلعوني عميل إسرائيلي، وهذه أنا على أبوكم على أبو إسرائيل. بس أقول لكم، من تتفق المصالح على عدو واحد فأكون معه نفس العدو اللي هو عدو غيري. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير.